تأكيدا على الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعلى هامش أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، أقام المركز معرضا بقصر الأمم المتحدة بجنيف لعكس الجهود الإنسانية والمساعدات التي قدمها المركز لضحايا الانتهاكات في اليمن، وكان المعرض رسالة إنسانية هامة للمجتمع الدولي للوقوف على جهود مركز الملك سلمان. نحتفل اليوم بافتتاح معرض للصور يوضح الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويأتي أهمية هذا المعرض في كونه يعقد على هامش أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان. كما نعلم اليمن تحديدا يمر بأزمة إنسانية، والمملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تسعى لتخفيف معاناة الأشقاء في اليمن عبر برامج تتم من خلال شراكات مع المنظمات الدولية. الدعم الإنساني الذي قدمه مركز الملك سلمان لليمن عبر المنظمات الإنسانية الأممية والدولية كان له أثر كبير في أروقة الأمم المتحدة، وقد عبرت بعض الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة عن تقديرها لمركز الملك سلمان ولمجهوده الإنساني في اليمن. خصص هذا المعرض هذا اليوم لحقوق الطفل والمرأة تزامنا مع انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان هنا في جنيف، ونركز في هذا المعرض على البرامج التي خصصت للمرأة والطفل حتى نعطي صورة أخرى عن نوعية البرامج والقطاعات التي يقوم عليها مركز الملك سلمان والتي لم يغفل، بإضافة للغذاء والصحة والإيواء لم يغفل المركز، والماء والإصحاح لم يغفل المركز، برنامج الحماية وهو المخصص للفئات الأكثر ضعفا، ومنه نستمد أو نستفيد بأن نطرح مدى تتبع مركز الملك سلمان لكل أنظمة الخاصة بحقوق الإنسان وتطابق أعماله مع القانون الدولي الإنساني، ومما يعكس أيضا طبيعة وأخلاقيات المجتمع السعودي. وعلى صعيد آخر، عقد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني مؤتمرا صحفيا بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مستعرضا الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن من قبل ميليشيا الانقلابيين، مناشدا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتفعيل القانون الدولي الخاص بعدم الإفلات من العقاب، كما ناشد بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. انعقاد معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقصر الأمم المتحدة بجنيف تزامنا مع مجلس حقوق الإنسان هي رسالة قوية تؤكد أهمية العمل الإنساني. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.